طيب في مباراة السوبر أو عقب مباراة السوبر، الكابتن حسام حسن تحدث في قناة أبو ظبي الرياضية، وإحنا دايماً وأبداً يا جماعة بنبقى معنيين في أي مغالطة تحصل في حقائق تاريخية سواء تخص أي لاعب، لأنه مؤكد إنه أهداف حسام حسن مع النادي الأهلي ليها في الوجدان الأهلاوي كل القيمة والتقدير والامتنان والمعزة بالتأكيد، لأنها جابت بطولات وأسعدت جماهير وساهمت في شعبية النادي الأهلي. لما نبص على ما قاله حسام حسن لا نبخس حقه أبدا، بالعكس لابد أن احنا نذكر دوره كلاعب هو وكل أبناء جيله، لابد أن احنا نقدر ما بذلوه من أجل فوز النادي الأهلي وانتصارات النادي الأهلي والإسهام في إسعاد جماهير النادي الأهلي. هذه مسائل مهمة جدا، لكن لما يتعلق الأمر بمقاربات أو مقارنات تاريخية فيها أرقام هنا لازم نقف شوية. الأول نسمع الفيديو. كابتن، هو سؤال الكل يتكلم، أنت نجم نجوم الأهلي السابقين، كيف يوم تقابل الأهلي كيف 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 تعد نفسك بعد ما قابلته؟ بالإضافة أن لاحظنا أول مباراة جمهور الأهلي حياك تحية كبيرة. بص هقول لحضرتك حاجة، أنا هاخد السؤال الجزء الثاني. هو للأسف جمهور النادي الأهلي ما هينيش تحية كبيرة، هو في بعضهم حيوا وفي بعضهم والغالبيه شتم، ودي الحاجه اللي كنت انا حزين عليها. يعني هل تعلم ان اكتر واحد جاب اجوان في الدوري المصري الى الان للنادي الاهلي، طبعا هم ما بيحطوش الكلام ده، حسام حسن اكتر 111 هدف للدوري بس المصري للنادي الاهلي. اقرب واحد ليا 101، الكابتن رئيس النادي اللي حاليا 101. هل ان الاوان ان يبقى فيه احترام وتقدير؟ هل الاحترام والتقدير لناس اخلصت النادي الاهلي، دخلت بطولات ودخلت فلوس في احترافنا قبل اي حد ما كان يعرف الاحتراف في خارج مصر؟ دخلنا فلوس للنادي الاهلي من خلال وجودنا مع نوي شاتن، حتى من خلال وجودنا الاعاره مع نادي العين، خلال وجودنا مع باوك لما احترفنا. فاعتقد اني كنت اتمنى ان السلوك يبقى احسن من كده، ولكن في جماهير تانية محترمة، جماهير النادي الأهلي مش الكل، في ناس كويسة وفي ناس وحشة، لكن ده مش مجال إن أنا، لكن أنا متوقع كل شيء لأن السلوكيات ما بقتش. كنت عايز بس هم يحترموا الدولة اللي هم فيها، يعني يحترموا الدولة اللي هم فيها. يعني احنا دلوقتي في الإمارات كان المفروض الناس بتنظم والناس محتضنة، أو يعني أنا بشكر جدا دولة الإمارات، لأن أنا لو ما عيشش في مصر أعيش في الإمارات، ودي حاجة. وأنا من سنة 2000 من يعني في العين، يعني ابن العين، كان ليا الشرف إن أنا حرصت بطولة مع نادي كبير زي نادي العين. فأعتقد إن نادي العين شرف كبير لأي حد إن شاء الله. والنهارده إن شاء الله كنت سعيد إن أنا موجود النهارده، كنت أتمنى آخد بطولة في نادي العين. إن شاء الله كابتن، بنقول لك كلمة واحدة في العين، طيب. كلمة بنقول لك إياها من الإمارات، نورت الدنيا. شوف أنا معاه إنه يستأمن إذا كان جزء من الجماهير تعرض له بالسباب، أنت بتفسرها، أنت كنت هناك. أنا هقول لك القصة بالظبط. هو قبل الماتش بوقت بدري شويه، اتوبيس المصري وصل الملعب بدري، كابتن ابراهيم حسن خد اللعيبه بتاعه المصري وهم بالتريننج سوت قبل ما يغيروا ونزل الملعب. هو من المؤتمر في اليوم اللي قبليها كابتن حسام، انا حضرت له المؤتمر الصحفي، قال انه اكتر حاجه قلقاه انه لعيبه المصري دول عدد كبير منهم ما سافرش مثل هذه السفريات، ما لعبش بره بورسعيد حتى، قال لك فيهم ناس كتيره ما راحتش حتى القاهره. كمان ما لعبوش ضد هذه الجماهير، قال لك معظم الفرقه وكل عناصر الفرقه عمرهم ما لعبوا قدام جمهور، لانه من اول ما بداوا ياخدوا فرص ويلعبوا ما كانش، كان الدوري بدون جمهور. فكانت اكتر حاجه خضاه وقلقاه اللعب قدام جماهير كبيره. فابراهيم حسن قبل المباراه واضح انه عايز لعيبته تاخد الصدمه بتاعه الجماهير علشان تخلص من العبء بتاعها اثناء اللعب. فاخد اللعيبه وهم بالتريننج سوت قبل ما يقلعوا وراح على يسخنوا في الملعب او يتمشوا في الملعب، راح بيهم قدام الدرجه الثالثه، قدام الثالثه شمال. فهم من قبل الجماهير انه ده استفزاز، لانك انت سايب الملعب كله وجاي قدامي انا. طبعا مع طبيعه المباراه، مع ظرف ذكر الناس بالام حادثه بورسعيد، والجماهير في الثالثه شمال رافعين اسامي شهداء الاهلي ضحايا هذه المجزره،
مؤكد ان الجو ما كانش لطيف وما كانش ابدا موفق في انه يروح يسخن قدام الجمهور او ياخد لعيبته ويروح يعرضهم لغضبة الجماهير مرة واحدة. هو عايز يعديها علشان ما يأثروش بعد كده او ياخدوا على هذا الجو. فكانت النتيجة انه الجماهير عبرت عن غضبها ماشي تجاه هذا التصرف. انت فسرت؟ لا مش فسرت، ده اللي حصل. ايوه ما ده تفسير، ما تحكي اللي حصل بتفسر اللي حصل. بالظبط. يعني لا بحكي لك ليه الواقع اللي حصل. ليه انت خدت الكلمه دي؟ مش تفسير، انا بقول لك بحكي لك الواقع اللي حصل. فسرت لماذا حدث تم هذا؟ حدث من واقع سردك للاحداث. بالظبط. بس اصبر علينا. انما في الاخر من حق الكابتن حسام ان يستاء عندما يسب احد، واحنا نقول ما حدش يشتم حد. احنا ما ضد هذا الخروج من اي حد. ففي دي عنده حق، بس اللي ما عندوش حق فيه تدويل الموقف. ان انا لما اتعرض لموقف الاساءه للبلد اللي هم فيه. لا ايه علاقه دي بالاساءه للبلد اللي هم فيه؟ سلوك صغير شوية. هذا التدويل انا ضده، لكن كابتن حسام مؤكد محق. مش تدويل، ده تطبيل. انا شايفه تطبيل. انت حر. ايوه. لا ما لا هو كان يقصد لا ما كانش قصده ان هو يعني يطبل، لا هو كان قصده يقول ما احترمتوش ليه البلد اللي انتوا فيها وبتقولوا الفاظ نابيه. لا بيقول كلام. العين بيقول العين خدت معاه بطوله، يعني هو بيشكر بعد كده. ده جزء بقى تاني. أيوة. الجزء اللي ينطبق عليه اذا كنت التطبيل. عايز تقول هذا الكلام. لكن في الاخر ما هو لعب في العين وخد بطوله، يعني الراجل بيفكر الناس يمكن يحدث نوع من الحميميه والتعاطف. تعاطف المكان. كل ده مشروع يا ابراهيم، من حقك انك انت تروح للناس تفكرهم انك كنت جزء منكم. صحيح. بس خاصة انه لكن اللي مش مشروع بروعة هذه المباراة الرد. جزء انت قلت في جزء كبير جدا محترم تعامل معاك على ارقى مستوى، وهي طبيعة هو يعني ايه جماهير؟ يعني كتلة مش محددة المعالم هتجد فيها بالتمثيل كامل للمجتمع. صحيح. الراقي والمثقف والغير مثقف والمنفعل والهادي والمنفلت والمنضبط. من دي بتحصل تصرفات بتختلف. ماشي. ايه التاني اللي انت عايز تتكلم فيه يعني؟ هي خلاص خلصت. طيب. كده بداية بس علشان حتة اولا ما كانش لائق ابدا من الكابتن حسام حتة الخطيب الكابتن رئيس النادي. لا ده كابتن خطيب كابتن لا حسام يعني كابتنك كمان يعني كمان ده ما يصحش ابدا، ده ممكن تقول عليها اي حاجة.